تعود مسابقة الفروسية من جديد في رأس العين بالجزيرة السورية، حيث انطلقت مسابقة للخيول العربية الأصيلة والأمهار بتنظيم من مديرية الرياضة والشباب التركية تحت مسمى مسابقة الشهيد عبد الباسط الساروت. السباق يضم عبارة عن 8 من رؤوس المهور للمشاركين و6 للكبار. الحمد لله رب العالمين، نحن كمكتب رياضي قدمنا للجائز المراكز الثلاثي للفرسان، الكؤوس والميداليات والهدايا المقدمة. الفائز بالمركز الأول محمود شعباني عن فئة الخيل العربي لمسافة 1600 متر عبر عن فرحته بالفوز ومدى صعوبة المنافسة بين المتسابقين. تم بعون الله المركز الأول الخيال محمود شعباني، المركز الأول شوط الأبطال، الأبطال كلها أغوياء، المركز الأول أبهر السهو. على الرغم من المصاعب التي تواجه مربي الخيل في تأمين مستلزماتها، ما زالت تحظى باهتمام رئيسي منهم للمحافظة على ما يعتبرونه إرث ثقافي وتاريخي. فالخيل نحبها مثل ما نحب أولادنا، فنتمنى أنه يساعدونا بمجال الخيل. بيعنا تكاليف عم تكلفنا باهظة، من علف ومن تدريب ومن فيتامينات وأبر ومغذيات للخيل. والله أمورنا المادية يعني عنده خيل تعبانة، يعني بدها تكلفة، نتمنى أنه تساعدونا بهالمجالات هاي. يبدو أن هذا السباق لاقى قبولاً بين سكان المدينة، لا سيما المهتمون بالخيول، ودعم هذه الأنشطة ربما يساهم في إعادة ألاقي وقوة رياضة الخيل وتربيتها. تربية الخيل وسباقات الفروسية ثقافة أصيلة في شمال شرق سوريا، يعيد هؤلاء الفرسان إحياءها بعد كبوات متعاقبة جراء الحرب وسوء الاقتصاد في سوريا. مهند بكور، حلب اليوم، مدينة رأس العين.